أبو عبد الله، سؤالي الأخير لك، ممكن نشوفك في أي موقع رياضي مستقبلا على الأقل في الفترة القريبة القادمة؟ مش مستحيل ولكن صعب. خلي تبين الأيام إن شاء الله. يعني في رفض للفكرة ولا ما في رفض؟ لا أو ما تأجيل؟ لا ما في، بس تأجيل، يعني الوقت هذا يعني يحتاج أنا إلى راحة معينة. وين ممكن تتخيل نفسك؟ ما أشوف إلا التعاون. يعني في ناس قالوا لي إنه أنت تفكر في إنك ترشح نفسك لرئاسة اتحاد القدم بعد المجلس الحالي، انه اذا انتهت فترته انه انت تفكر في ان تقدم نفسك كمرشح لرئاسه مجلس اداره. لا ابدا والله ما فكرت في الشيء هذا، ولكن زي ما قلت لك الان في فتره راحه استجمام مع قولتهم، الواحد يعيد افكاره ينتبه لنفسه شوي، وان شاء الله المستقبل ما تدريش عنه. سعدنا بوجودك، تجربه مهمه مثيره ملفته، يعني اسعدتنا في الوسط الرياضي. حزن انه انت ابتعدت، لكن طالما انه هذا قرارك الشخصي وانت مرتاح معاه ومستقر نفسيا كذا ومروق، اكيد احنا حنكون مبسوطين معك. اترك لك دقيقه اذا تبغى تقول فيها اي شيء. اول شيء شاكر لك بوجود الدعوه، ولا هي غريبة على برنامج كورة، هو زي ما يمكن الطاولة هذه يمكن شهادة أيام وجودنا هنا كرؤساء أندية، ولا وأنت دائما ضيافة بوجود. تسلم. وتترك مجال للحرية الرأي هنا، ولا تملي على أحد يعني رأيك، وهذه ميزة في برنامج كورة صراحة، يعني من خلينا نحبها أكثر. أشكر أيضا رسالة الجماهير التعاون، أقول لهم شكرا على كل ما قدمته رجالات التعاون، واتمنى ان شاء الله الوقوف مع نادينا ان شاء الله الفتره القادمه. محتاجين احنا نلعب مباراه بعد بكره ان شاء الله بنقص 14 لاعب اساسي، وهذه صعبه جدا، ولكن انا عارف ان الذئاب قادرين على العوده باسرع وقت ان شاء الله. مو زعلان من كوره قسينا عليك بعد كورونا؟ لا ابدا، يعني انا اعتقد انه كنا مو قاسين، يعني كانوا سفاحين الشباب مع التعاون يعني بعد شوف كورونا. شوف شوف، يعني زي ما تقبل انه احد يمدحك ويثني فيك، تقبل انه احد انا دائما يضيق يعني صدري من لما تذكر حقيقه مش حقيقه، هذه انا تحزف نفسي يعني، وخاصه انه متاح احنا في التواصل مع بعض الاعلاميين. ارفع السماعه استاذ محمد في كيت صحيح، اقول لك لا، لكن انت تفتري علي او تفتري على النادي في اشياء مو صحيحه، هذا اللي تحزف نفسي. بس احنا مو زعلان مننا. لا ابدا بالعكس، ولا راح ازعل يعني. محمد القاسم ابو عبد الله رئيس مجلس اداره نادي التعاون السابق، شكرا جزيلا لك، كل امنياتنا لك بالتوفيق، ونشوفك ان شاء الله في المشهد الرياضي قريبا، ما راح نخليك تبتعد. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. فاصل قصير بعده نعود لمواصله الحديث معك كمان.